قال معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، قال إن مجموع عدد معاملات التسجيل العقاري المقدمة إلكترونيا منذ تدشين نظام تقديم الطلبات إلكترونيا قبل ما يقارب 4 شهور قد بلغ حوالي 3000 معاملة إلكترونية، منوها معاليه بأن التحول الإلكتروني قد أسهم في سرعة إنجاز المعاملات وإنجاز أكبر عدد منها مع تطبيق سياسة العمل من المنزل نظرا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا. وأكد معالي الشيخ سلمان بأن عملية تحديث البرامج الإلكترونية وتقييمها وتطويرها عملية مستمرة لا تتوقف لتتواكب مع التطورات والزيادة في عدد ونوع المعاملات والخدمات التي يقدمها الجهاز، مضيفا معاليه بأن اتباع التكنولوجيا الحديثة تعتبر من أهم العوامل المشجعة والمحفزة لعملية استقطاب وتحريك رؤوس الأموال والاستثمار في القطاع العقاري الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية اليوم للوصول بالخدمات الإدارية المقدمة مع وجود البنية التشريعية الضامنة إلى أقرب مستوى من التكامل لتتواكب مع طبيعة الحركة الاقتصادية.